هلا والله حياكم الله يا جماعة. كنك بتسأل أسئلة. قبل ما نخش بالأسئلة القوية، كيف معك أبو الفردور؟ جميل جدا، أول مرة أجي، أقسم بالله أني ندمان أني جاي متأخر. تعرف البحيرة هذه أكبر بحيرة اصطناعية بالعالم؟ ما شاء الله تبارك الله، يعني واضح قدامي لأن جالس أشوفها. كرة مضيئة، تدري وش سالفتها؟ لا ما أعرفها وش. أكبر كرة مضيئة بالعالم، دخلت موسوعة جينيس. ما شاء الله تبارك فيها سينما ترجوة. بس يا عيال عندي سؤال محيرني من أول ما ركبنا التلفريك، من أي مخيم سارقه؟ صراحة مرة بيت شعر جبت ديزاين قال خلني أخذني هودي. أنا اللي يعجبني يا شباب عارفين السيل لما ينشف ويجي تشققات. كأنك ناشف في ربابة. أخيرا رجعنا يا شباب للبوليفارد سيتي في تحديات جديدة مع الشباب. يلا ليتس جو. يلا ليتس جو. قلب الرياض بالحب يجمعنا، يا مرحب يا هلا واهلا بزايرنا. وصلنا للتحدي يا شباب، بيننا وبينكم التحدي في لعبة بنت بول في فيرست منت. الله، انا والله عظيم داخل يعني ما اشوف خصم. تدري قالوها قبلك كثير. نعم ما حد قالوا ولا حد فاز. طيب اوكي تعالوا معنا تكفون. اوكي يلا مشينا خشينا. يلا ميدان احمد كيف جمله وين اللي قالوا هاتو خلطنا. يا سلام. اوب 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 ليش اخذت لون الاصفر؟ انا عميد البلد. اتحاد العاب واحنا لك سند. اجتمع الشمل والفريقين كلها جاهزة، والآن وقت التعليمات وبعدها الحرب. أحسن اسمعكي. طيب أول شيء حياكم الله عندنا في شركة فيرستيمنت في لعبة البينت بول. في تعليمات مهمة لازم نسمعها يا شباب عشان سلامة الجميع. نهائيا ما حد يرفع الخوذة داخل الملعب، لازم في مسافة بينكم بين الفريق الثاني. كل شخص راح يكون عنده 100 طلقة في السلاح، أي واحد يواجه مشكلة داخل جيم يرفع سلاحه بالطريقة هذه زي ما قلنا عشان الطلقات. طلقة الجسم تحسب نقطة. طلع من البيت وطلع. يا ابوي ما يطلق يا عيال ما يطلق. 3 2 1 جيم. وصلنا إلى نهاية التحدي يا شباب. ما قصرتوا يا عيال، أقسم بالله مرة ما قصرتوا، بس أنا خذلني والله السلاح. والله خذلني والله. طيب وش رايكم بالتجربة؟ أقسم بالله حلوة مرة. طبعا التيم حقي لازم أعترف لكم اعتراف، ما يتحرك من مكانه. لا في بهتان صراحة، في بهتان على العموم. بس أنا بسأل، هي أول تجربة لكم؟ أنا أول تجربة لي، حبيتها يعني دائما بجي. سبايكي أنا أول مرة صراحة، بس لعيب شوف كيف. لا تخاف. لا مو مسوي لك ما في شيء. طيب ما في شيء، نقدر نسمع النتيجة من الحكم وأكيد إن احنا فايزين إن شاء الله. الفريق الفايز يا شباب هو الفريق الأحمر. أخيراً كسرنا هياطك انت فيصل. والله ما قصرت بالله. وين الحكام؟ اشهدوا لي يا وين واحد من الحكام يشهد لي. هل ترى انك شجاع؟ والله شجاع لدرجه بسم الله. الشجاعة يا جماعة، الشجاعة. يعطيكم العافية. الله يعافيك. أنا مقدم اعتراض، الفوز ما تسجل لكم. ألو. أنا لازم أمشي. ليش؟ لازم أمشي. مدري كمل تحديك. لازم أمشي. خويتي. لازم أمشي. ملسعينك قاعد ورا الكفرات هناك، ملسعينك. تستاهل. مع السلامة يا فيصل. وين حياتك؟ حياتي راح خلاص. كيف تجربتك؟ هي التجربة واضحة يا أسبوعي. تجربة يا ساتر. يا ساتر رجال ترى السعيدة. واضح من التجربة. بس الحنجرة الحمد لله ما جت. هو أنا كنت أبغى في الحنجرة. خلينا نروح التحدي الثاني. نروح التحدي اللي بعده؟ يس ليتس جو. وصلنا للتحدي الثاني يا شباب. التحدي يبغى له تركيز، يبغى له تصويب، يبغى له هدف. حايطوا على بعض. شوف انا الحين ما بدي نهايط الحين حالي انا. ايه تدري عاد كيف يسموني مشاري رميه؟ خلصنا من سبايكي بديت بديت تهايط. انا الميدان احمد قد رميت طيب بالسهم؟
تمام يلا. انا ببدا الاول ان شاء الله. طيب كل واحد له خمس رميات. ترى مو هو حق فنانين يا اخي ما تعرف. 3 2 1 جو. يلا ركز يا مشاري. شد اكثر شد اكثر. يلا. اوه حلو حلو هذا الاول ان شاء الله. اي كان تخيل الاسد قدامك ويلحق سبايكي. يلا انقذ سبايكي. انقذني سلطان. خلينا ننقذ نفسك. يلا روح لا تطول تتعب. اكتم انفاسك يا واد. السهم كذا سوى كذا يا السهم يرقص. اهم شيء لا تجيبها برا. ركز. خايف متوتر تحس انه بيفوز عليك؟ لا تخاف. المره هذه اتوقع الفوز عندي. المره هذه اما وين جاب مين ايه ما عليك. فك فك حذفيه. عرفت عرفت عرفت. يلا يلا تري خلنا حس يدي قد انا كانت حذفيه يمين هو صار دي هذه في نص الاصفر. وقل ما قال مشاري اللي عجبني في مشاري. مشاري انت اذا هاي تخايف مشاري ما يجيبها. شوف شوف يا مايت نزلت تحت تشوفون الحين الفوز عندي. يلا سلطان اذبح لاسد. تكفى جيبها بالصفر بس. بدت ترقى بدت ترقى هي على شوي شوي كذا سامجة برا. الجاكيت انا متاكد ان الجاكيت هذه الاخيره صح. المشكله من الجاكيت مشاري توقف. انا متاكد مشكله من الدعاسه الخضراء اللي لابسها. سم روح ما عليك. يلا اترب يا سلطان روح اترب. ايوه سلطان. يا اخي غريب الوزنيه حطها في الاصفر. والله انا عارف والله انا عارف. خذ السهم حطه بالاصفر تعال. ما انت فايت فاير. هات لك النور اضرب امحق قدرك. اول شيء نقدر نقول الف 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 مبروك يا مشاري. تعودي على الفوز. والله متعودين. حردك استاذ سلطان الله يسلمك. طبعا التحديات 2-0 لي اكيد. 2-0 لك. لا انت صفر. داري انا ادري. قايل لك يجينا احد ما يفوز هنا. نبغى نروح تجربه خفيفه لطيفه تذكرك على ايام زمان وانت صغير. نقدر نروح شباب اللي بعد.